دشن محافظ محافظة حجة اللواء الركن عبد الكريم السنيني اليوم الخميس مشروع تأهيل وترميم المدارس في المديريات المحررة بمحافظة حجة شمال غرب اليمن بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر الشريك المنفذ ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية. ويأتي المشروع ضمن دعم التعليم في اليمن من خلال تأهيل 23 مدرسة في 4 محافظات يمنية منها محافظة حجة، ويهدف المشروع إلى توفير الوصول الآمن للتعليم في المناطق المتضررة من الصراع والكوارث والحد من أثر التسرب من التعليم بين الطلاب جراء الحرب وتدهور الأوضاع المعيشية. وثمن محافظ حجة اللواء ركن عبد الكريم السنيني دور المملكة العربية السعودية في تخفيف معاناة اليمنيين من خلال المشاريع المقدمة للنازحين والمجتمع المضيف، فضلا عن استهداف المناطق الأشد تضررا. وأوضح السنيني لأن مشروع دعم التعليم الذي تضمن تأهيل وترميم 5 مدارس بالإضافة إلى بناء 3 فصول دراسية في مديريتي حيران وحرب ناهيك عن توفير المستلزمات الدراسية لأكثر من 1770 طالبا من كلا الجنسين في ظل الدمار الذي طال معظم المرافق التعليمية في المديريات المحررة شمال محافظة حجة. وقال المدير التنفيذي لائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية المهندس فهمي سالمين بن منصور إن المشروع يسعى لإسناد جهود السلطات الحكومية لتوفير بيئة تعليمية أفضل للطلاب وتحديدا في المناطق المتضررة جراء الحرب والعدوان الحوثي. أشار منصور إلى أن هذا التدخل يأتي ضمن أهداف ومجالات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر الشريك المنفذ ائتلاف الخير للإغاثة، ويهدف لمواجهة ظاهرة خطر تسرب الأطفال عن التعليم. نحن ائتلاف الخير الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان قمنا بزيارة بعض المدارس التي أعيد تأهيلها التي دمرت من قبل الميليشيات الحوثية في منطقة حيران وحرض بني حسن وفي ميدي، والحمد لله تم إعادة 5 مدارس وبناء 3 فصول إضافية في مدرسة من المدارس كمرحلة أولى. المرحلة الثانية إن شاء الله في هناك إيجاد ترميم كل ما دمرت من المدارس في المناطق هذه وإيجاد مدارس بديلة لخدمة هؤلاء الناس سواء هنا أو في الجزر. نقدم شكرنا وتقديرنا لمركز الملك سلمان وللشريك المنفذ ائتلاف الخير لما يقدمونه من دعم لإخوانهم وأبنائهم أبناء محافظة حجة في المناطق المحررة من جهود سواء في الناحية التعليمية أو في ناحية الزراعة إن شاء الله المرحلة القادمة أو في ناحية الإغاثة والإيواء، فلهم كل الشكر وكل التقدير وكل الاحترام. نحن سعداء اليوم في تدشين مشروع دعم التعليم وتأهيل المدارس المدمرة جراء الحرب والكوارث الطبيعية. حقيقة نحن اليوم ندشن 6 مدارس وإعادة تأهيل 3 فصول أو بناء تأهيل 3 فصول جديدة. نحن نشكر الأخوة في مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية على هذا التمويل وهذا الدعم اللامحدود. حقيقة أيضا لا ننسى أن نشكر وزارة التربية والتعليم ممثلة بمعالي الوزير طارق العكبري وكل مكاتب الوزارة التي تعاونوا معنا وأيضا السلطة المحلية في محافظة حجة. هذا المشروع يستهدف 23 مدرسة يمنية، ويستهدف هذا المشروع أيضا الطلاب بالزي المدرسي والحقيبة المدرسية.